وانا خايف جدا لان انا سمعت تو توكس او ثلاثه بس من ساعه لما جيت ايه ده مش عارف اطلع ازاي اتكلم بعد الناس دي يعني هو الناس كلها شكلها محترم كده بتقول كلام محترم وانا طالع اتريق على نفسي اصلا وبعدين سمعت ان دكتور عين شوقي كان هنا فانا مش عارف بعمل ايه خالص ما علينا هو مش ستاند اب كوميدي يعني شبه الستاند اب كوميديز بس انا بس عايز اتكلم مع حد ما يبقاش عارف امي عن قد ايه امي دايما بتطلع صح وقد ايه ده بيأثر على حياتي انا بقى بعد كده. يعني هي كانت دايما تقول لي ما تاخدش حقنه مش مفتوحه، يعني لازم يعني امي مش دكتوره خالص ما حدش قال لها اي حاجه عن انفكشن كنترول. بس هي كانت دايما تقول لي لازم الحقنه تتفتح قدامك. ففي مره كنت بتبرع بالدم ودي حاجه مش بعملها كتير لان بحس ان انا يعني كل مره بقول اه انا جود كوز مش عايز اتبرع دم قوي ولا مش عايز امشي ايديا ازاي يعني بس لا لازم كلنا نعمل كده. فدخلت اتبرع بالدم وانا كنت يوميها مرهق قوي لدرجه ان انا ما لحقتش اشوف السرنجه وهي بتتفتح. انا قعدت لغايه لما السنه دي عملنا التست بتاع هيباتيتس سي ده انا ما اعرفش انا عندي فضلت هي على طول كانت تقول لي لو دخلت لك حقنه مفتوحه قبل كده هيجي لك ايدز وهيجي لك فيروس سي كل الحاجات بقى ليه حافظاها هم اربعه بس هي بتقولهم كل مره. فانا دلوقتي انا عارف ان انا هيبسي فري بس ممكن يبقى عندي ايدز برضه مش عارف لحد دلوقتي ممكن بقى اتش اي في بوزيتيف فهنكتشف قريب. دي حاجه، تاني حاجه هي كانت على طول تقول لي ما تخشش تويلت بره البيت. فانا بقعد اقول لا دي نظافه حسوكه زياده وبتاع والمناديل بنعملها دايره وخلاص مش موضوع. بس مره كنت في يعني كنت في اسكندريه ومسافر القاهره لوحدي وكانت انا كانت اول مره اسافر لوحدي في حياتي فاي واز سو اكسايتد فقررت اكل شاورما. سيمز ايرليفنت بس تعرفوا ليه ايرليفنت دلوقتي. فانا داخل محطه القطر الشاورما ابتدت تشتغل فانا عايز ادخل التويلت. فانا قلت اوكي في صيدليه وفي وايبس وفي تويلت سيت اللي هو بلاستيك النظيف ده عامه ده حاجه مش بتشتغل خالص هي بتلزق انت فيك انت مش في عمرها ما بتلزق في التويلت اي تويلت لطلع. فدخلت نظفت بالوايبس وحطيت التويلت سيت وبتاع وقعدت. فهو التويلت محطه القطر انا ما كنتش متوقع انه يبقى نظيف يعني بس لو ما كنتش متوقع يبقى كده برضه. فبص لقيت في شرخ في الحيطه اللي جنبي وانا عارف ان في يعني في تويلت تاني جنبي. فانا ابتديت اللي هو انا مش مرتاح وسامع صوت حد جنبي يعني فاتس نوت نايس ان يعني عشان في حاجات في العالم كده وينفع نعملها سوا كنا عملناها يعني بقالنا كتير قوي على الارض. فانا بحاول اشد هو كان مسدينها بكرتونه شيبسي مسدين الشرخ هو كان كيف هو اكتشفت ان فجوه هما سدينها بكرتونه فانا قلت اقرب الكرتونه شويه يعني اكيد هتقفل فنبقى كلنا يا لهوي وقعت هي وقعت وانا بلحقها على الكرسي ده وبعمل كده عشان انا مش هينفع اقول خالص بس فدخلت عند الراجل وهو ما كانش متضايق يعني الغريب ان احنا بعد ما قعدنا تاني فانا برجع بظهري بقى عشان استخبى في ال 50 سم حيطه اللي جنبي دول هو اللي هو ايه؟ هكون بعمل ايه؟ هكون بعمل ايه؟ فضلت تمثال في مكاني لغايه اما اخلص واطمنت ان هو قام وبعدين ابتديت اقوم فذاتس واي بقى ان انا بسمع كلام امي يعني في كل حاجه دايما بتقلب بكارثه يعني مش حاجه غلط بتحصل. بس الموضوع بقى اللي مضايقني في حوار التويلت ده مش بس ان انا ما سمعتش كلام امي ان انا كنت بعمل يعني كنت راجع من القاهره جاي من اسكندريه القاهره لوحدي عشان اعمل ورقه تنسيق. فبعد اربع سنين ببص كده اللي هو والله ما كانت تستاهل يعني ما كانتش تستاهل ان انا احسب فيها كل ده مفيش حاجه كانت تستاهل. الحمد لله جامعه لطيفه وكل حاجه بس يعني دايما بتاخد على دماغك كده حاجات جمل بتضايقك كده اللي هو ابلكيشن الجامعه لازم كله ينزله واللي مش هينزله مش هياخد درجات الريسيرش فاللي هو انتوا هتعرفوا ازاي؟ مش متخلفين يعني ايه يعني انت هتعرفوها ازاي؟ فنزلناه كلنا يعني اوكي نزلناه
ابيض بقى. الابلكيشن الجامع ده عامل بالظبط زي في كراسه كنا بنجيبها كده بتاعه الخط حاجه زي كده، كلنا خطنا وحش وكلنا ما حدش كتب فيها حاجه. فدي حاجه في الجامعه برضو، ان انت مثلا تروح امتحان بنطلب من الدكتور انها تغير معاك، قلت لها والله حجزت القاعه. ايه مش خطوبه بس. فدي مشاكلي مع الجامعه يعني، بس برضو ماما مبسوطه يعني، ماما انبسطت قوي. احنا ما عندناش دكاتره في العيله خالص، اقرب دكتور بالنسبه لنا ابن بنت عمه ماما، فهو الجزء ده من العيله تنكيل قوي يعني، لو ده دكتور يعني على طول يتكلموا عن دكتور محمد عم. فانا اللي هو بقيت انا دكتور محمد ده في الجزء ده من العيله، بس هي ماما مش مدركه ان انا هنا ولا حاجه يعني، ما اعرفش حاجه. بس ف ماما انبسطت ان انا دخلت الجامعه، وابتدى بقى الموضوع ده ان احنا امي رغايه، فاحنا بنروح من عند اي دكتور في حياتنا الناس تكشف 10 دقائق، احنا بنكشف نص ساعه. دلوقتي بقت ساعه الا ربع، عشان دايما بيبقى فيه بنفتح سيكونس الكلام بتاع ابني دكتور، فهو بقى الدكتور يستظرف قوي ينزل اجين، فانا اللي هو في الثانيه مثلا سمعني الامينو اسيدز. عشان عندي بوستشر الهايبوتنشن، فانا كنت انفقت نفسي يعني ايه زمان وانا انا مريض دلوقتي. فده بقى حصل كتير لدرجه ان هو يعني مره انا بتخيط، انا كان فعلا حاجه بيتخيط وهو واقفه متاثره قوي كده، وبعد كده طمني خلاص الدكتور شال الخيط بقى، وبعد كده راح حط مش عارف كان ايه كحول ابيض بقى حاجه كده اللي هي بتطهر الجرح يعني. فانا فضلت بس انا نو دكتور بس. فهو بيحط لي وانا بتألم بقى واعمل كده واحاول ما اعيطش قدام امي واختي، بدل ما راحت هي قالت له يا ابني محمد دكتور سنه ثانيه، لا انا مش دكتور، انا مش دكتور، ما تقوليليش دكتور. بس يا جماعه فانا يعني انا استغليت فرصه ان النهارده بعد عيد الام بيومين عشان اقول لكم ان كلام طنط هيبقى صح، واسمعوا كلامها وبس، بحبهم يعني بس.